مطلبنا واضح، الحقيقة والعدالة لشهيدات وشهداء مفقودي ومفقودات الكرامة. ما كلفنا ذلك ما كلفنا. أهلي كنيس، 31 عام، ناشط وباحث من جرزيس وعضو الهيئة المحلية الحقيقة والعدالة لمتابعة ملف عني فجيعة جرزيس وتأطير الحراك الاجتماعي. بحثنا في البحر لوحدنا، بحثنا في البر لوحدنا، صمدنا شهرين وما زلنا. اللي صار أنه نهار 21 سبتمبر خرج يعني فلوكة قارب متاع يعني حراقة، يعني فيه مجموعة من حراقة أولاد وبنات، فيه بيبي أيضا. بالعادة أنه يوصلوا بعد تقريبا 24-30 ساعة في أقصى الحالات. معناها نهار 23 معناها تم التأكد أنه ما وصلوش وفقدنا التواصل معهم بشكل نهائي. معناها الحاجة الأولى اللي عملها الناس مشوا للمعتمدية والحرس يطالبوا فيهم أنه يخرجوا يبحثوا على الفلوكة، يعني ما صارش هذا. وبالعكس المعتمد قال للناس أنه الجماعة وصلوا لليبيا وأنا هنا قاعدين نتفاوضوا على تسليمهم. تواصل الحراك يعني لوقفات احتجاجية على المعتمدية إلى مسار من طرد الوالي، معناها لأن الوالي معناها كانت معاملته للناس معاملة يعني مشينة، والناس يعني قامت بطردهم من المعتمدية. جرزيس معناها منطقة العلاقات الاجتماعية قريبة فيها على الآخر، والناس اللي حرقوا الشباب والبنات معناها أغلبيتهم من نفس الخط الجغرافي، نفس لحوم يعني. اللي هو شريط من نقولوا احنا من العقلة حتى لوسط البلاد، وخاصة من العقلة حتى للسواحل. فما خمس يعني شباب من حومة واحدة أصلا معناها. هذا خلى يعني شعور بالتضامن واللحمة، وتعامل الدولة الحقرة والتهميش والتجاهل والتزييف والمغالطة عمقت يعني الاحتجاج والغضب والرفض والمواصلة والصمود، اللي خلى الناس تواصل حراكها لمدة تو دخلنا في 62 يوم يعني شهرين، وداخلين في الشهر الثالث. الحراك تطور من مطالبة الدولة بالتدخل والبحث إلى البحث بشكل يعني مواطني عن طريق جمعية البحار والمواطنين. بحثنا يعني في من جرزيس حتى الآخر ربع الغير، القلالة، المغرارة، الأجيب. بعدين تطور الحراك إلى إعلان إضراب عام في 18 أكتوبر ومسيرة كبرى. بعدين مسيرة كبرى في 4 نوفمبر. بعدين اعتصام أمام المعتمدية. بعدين اعتصام في البلاصة هذه دام أكثر من 17 يوم. قرار المسيرة نحو القنطرة الرومانية لتفصل بين جربة وجرديس معناها تم اتخاذه يعني وتم اعلانه في يده صحفيه، لانه وزير الداخليه لما قدم يعني صار تفاوض مع مدير عام شرطه حدود الاجانب، وتم تقديم مقترح لوزاره وزير الداخليه بشرطين. الشرط الاول تقديم معطيات وحقائق حول الفاجعه، الشرط الثاني تحديد جلسه لمجلس وزاري خاص بجرزيس في جرزيس. وتم الاتفاق وتم اصلا حتى اعداد الترتيبات الامنيه، وجاء مدير الاقليم ورتب القاعه واختاروا التوقيت 9:30 إلى آخره. ما وزير الداخلية ما جاش، جي مكلف عام مكلف الإعلام ومديرين عامين في وزارة الداخلية باش يبلغوا أن الوزير تعذر عليه وإلى آخره. فتم تنفيذ يعني قرار الذهاب يعني في مسيرة في اتجاه المنطقة هذه اسمها عقلة عمر معناها، اللي هي بين جربة وجرديس قبل القنطرة معناها. كانت مسيرة بمئات السيارات معناها، نلقوا معناها وحدة وطنية من كفاحة الشغب بأزياهم يعني اللي هي معروفة، نرفع في الشعارات الشعب يريد أولاد المفقودين وغيرها من الشعارات. فتم توجيه يعني الغاز والمتوات خدمة متاع البوليس. كان الغاز يعني كثيف جدا معناها، اختطفوني البوليس والناس حاولوا يفكوني معناها منهم. في الأخر يعني رتميت في الوطاء وكركوني تكركير، معناها تم سحلي وجرجرتي من ملابسي معناها، هزوني للباقة معناها وتوقفت قعدت لي ساعات يعني في الباقة. مش يعني كهو هزوا برشا يعني شباب يعني، وكل خرجوا بعتالي معناها. وكما حكيت معناها الناس كانوا هاربين للزيتون على اليمين وعلى اليسار، واي كعبة غاز نلقاها نردمها في التراب يعني باش الغاز يعني ينقص معناها. الغاز كان شيء رهيب، واني من وقف الباقة نسمع في البوليسي
يحصي في حماية حصاص تعمل الغاز باش يزيد زميلك عباد غاز خرين. قال لك استعملت برشا غاز، أنا باعتراف الأمنيين استعملوا برشا غاز تم مكثفة. عموما هو في العشية معناها كما قلت استاذ مدرسة وحضانة وفي الليل استاذ دار الناس. بعد مسيرة الجمعة متاع جربة الهيئة الإدارية المحلية قررت الضرب العام لمدة يومين 24-25 نوفمبر. في الحالة العادية شو يصير؟ تصدر برقية إضراب من المكتب الجهوي الموسع متاع الاتحاد، لكن المكتب الجهوي الموسع لم ينعقد إلا نهار الأربعاء يعني قبل تاريخ الإضراب بنهار، وقرر تأجيل الإضراب. أن الاتحاد دوره التاريخي منع على المستوى البيروقراطية النقابية المركزية دائما موقفها يعني بين البنين، وتحاول أي حركة اجتماعية تجبدها شوي. رئيس الجمهورية من يقول فما اغتيال للبشر والتجارب البشر، هذا أكد شكوك. نحن أقاد التحقيق لما عاين عرقلة لمجهودة أنه هو طلب يعني وثائق إدارية متاع الأعوان الحرس اللي كانوا يشتغلوا الإسكادرات اللي كانوا في البحر، ما تمش مادة بالوثائق هذه. لذلك هو يعني استعان بفرقة ثالثة الأبحاث تابعة إدارة عام الحرس الوطني من أجل تعميق الأبحاث. نقطة ثانية، تقرير الطب الشرعي متاع محمد أمين مشارك اللي وجد نهار 16 أكتوبر فيه أنه لا يمكن معرفة أسباب الوفاة، هذا يثبت الشك. كيفاش تقرير طب شرعي يكون موجود فيه لا يمكن معرفة أسباب الوفاة؟ يعني هناك محاولة حتى من الطب الشرعي لإخفاء معلومات وطمس معالم الجريمة. نفاوض وكأننا بناخذ قرض وكأننا you